مجددا تدفع الميليشيا بكامل ثقلها العسكري نحو مأرب، ومعارك هي الأشرس مع قوات الجيش الوطني، حيث أفادت مصادر عسكرية باشتداد المواجهات جنوب وغرب مأرب بعد أن شنت الميليشيا هجوما واسعا على مواقع متفرقة شمال غربي المحافظة. وأشارت إلى أن قتلى وجرحى من الميليشيا سقطوا في المواجهات التي تزامنت مع قصف مدفعي للجيش على مواقع الحوثيين. المصادر ذكرت أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الجنوبية تصدت خلالها قوات الجيش مسنودة بالقبائل لهجمات الميليشيا. هذا وتشهد جبهة مأرب معارك مستمرة منذ أكثر من أسبوعين سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. كما تمكنت قوات الجيش من إفشال تقدم الحوثيين صوب مدينة مأرب ومناطق النفط والغاز. تنام الجبهة جميعاً وتوفر للميليشيا فرصة للضغط على مأرب، وذاك لغز حير الكثير وأصبح مثار أسئلة واستهجان مستمر. الشرعية هي الأخرى بعيدة عما يهدد أهم معاقلها الرئيسة في شمال اليمن، وتبقى مأرب وحيدة تقاتل على أكثر من جهة.